يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله يقوي إيمانك. الله عليك يا شيخ. الله ينور عليك. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. الله ما شاء الله طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بلى قادرين على لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع قادرين.
الله 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 احنا يا مولانا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه بصيرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة قال والقيم عذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إذا
تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. ما شاء الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا